في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الجزء الثاني من درس النداء، تدريبات عامة على درس النداء. أهداف الدرس توقع في نهاية الدرس أن يتذكر الطالب أقسام أسلوب النداء، أن يتمكن الطالب من حل التدريبات بطريقة صحيحة. من خلال هذه الأهداف سنتعرف على هذا الجزء من درس النداء ونتذكر ما درسناه في الحصة السابقة. تهيئة مراجعة عامة على الدرس. من خلال المراجعة سنتعرف ونتذكر عناصر أسلوب النداء. الجملة: يا أحمد ذاكر دروسك. يا هي أداة النداء، أحمد المنادى، أحسنتم. ذاكر دروسك جواب النداء. ونتذكر سويا، تذكر سويا عناصر أسلوب النداء وهي أداة النداء: يا المنادى أحمد، جواب النداء ذاكر دروسك. نراجع معا القاعدة: النداء هو أن تنادي على الآخرين باستخدام أداة النداء يا، مثل يا محمد حافظ على تفوقك. يتكون أسلوب النداء من ثلاثة عناصر هي: أولا أداة النداء يا، ثانيا المنادى محمد فاطمة صديقي طالب العلم، ثالثا جملة جواب النداء وهي ما يريده المنادي، مثل حافظ على تفوقك. اليوم سنبدأ في حل بعض التدريبات. السؤال يقول: ضع منادا مناسبا مكان النقاط في الجمل الآتية. ألف: يا املأي وعاء الماء للطيور. ما الكلمة المناسبة التي تصلح أن تكون منادى؟ فاطمة، أحسنتم. باء: يا زر جارك المريض. يا خالد، أحسنتم. جيم: يا ساعدوا أصدقاءكم في حل الواجب. ماذا نقول؟ أحبابي، أحسنتم. يا أحبابي ساعدوا أصدقاءكم في حل الواجب، أحسنتم يا طلاب. التدريب الثاني: ضع جوابا للنداء مكان الفراغات في الجمل الآتية. ألف: يا ناصر اكتب الواجب، أحسنتم. سؤال باء: يا هند ما هو جواب النداء المناسب؟ ساعدي أمك في البيت، أحسنتم. سؤال جيم: يا سائق السيارة لا تتعجل في القيادة، أحسنتم. هذه جمل من. وفي نهاية التدريبات أتوجه بالشكر لكم، بالتوفيق وفي رعاية الله. تم بحمد الله مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.